بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، ثم أما بعد، نحن اليوم بإذن الله تعالى في مجلس من مجالس اعتقاد الإمام الصابوني، هذا الاعتقاد الذي أجمع عليه من تبعه بالقبول. وفيه قال الزهري، وهو محمد ابن شهاب الزهري، ولد سنة 50 وكان إمام الشام، وتوفي سنة 124. قال الزهري، وهو أحد الذين جمعوا السنة في عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه. وبالمناسبة أريد أن أنبه إلى مسألة علمية دقيقة، وهي الفارق بين كتابة الحديث وجمع الحديث. هناك فارق كبير بين كتابة الحديث وبين جمع الحديث، والذين أرادوا أن يتهموا السنة وأن يسقطوا دلالتها قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام جمعت سنته وكتبت سنته في عصر العباسيين، أي بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بقرنين من الزمان، وبالتالي لا نطمئن إلى قبول الروايات عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما نقبل الأحاديث العملية فقط. فالأحاديث العملية هي التي فعلها المسلمون ووردت إلينا عن طريق العمل، أما الأحاديث القولية فإنهم طعنوا فيها، وطعنوا أيضا في البخاري ومسلم وفي أبي داود وفي كل علماء السنة، واتهموهم بأنهم قد لثقوا الأحاديث ونسبوها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. واستدلوا بخبرين، الخبر الأول خبر أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يكتب شيء من الحديث، وقال من كتب شيئا غير القرآن فليمحه، فقالوا هذا هو رسول الله عليه الصلاة والسلام ينهى عن كتابة الحديث. ثم أتوا بأثر ذكره الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ عن طارق ابن شهاب، وهذه أو هذا الخبر في ترجمة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، أنه أمر ابنته عائشة أن تجمع كل ما كتب من الحديث، أن تجمعه ثم حرقه جميعا، ثم حرقه جميعا. قالوا فهذا خبر صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كتب شيئا غير القرآن فليمحه، وهذا فعل أبي بكر رضي الله تعالى عنه. الحقيقة أن هذه شبهة انطلت على كثير من الناس، لا سيما أن الحديث صحيح وأن الخبر موجود في تذكرة الحفاظ للإمام الذهبي. إذن كيف وصل إلينا هذا الكم الهائل من الحديث؟ الجواب، وهذه مسألة وإن كانت علمية إلا أنها عقائدية ومهمة جدا جدا، الجواب أن هذا الحديث إنما روي متقدما عن الأحاديث التي أذنت في الكتابة. يعني هذا الحديث روي متقدما عن الأحاديث التي أذنت في الكتابة. فمن هذه الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع
وهذه الخطبة قالها قبل أن يموت بأشهر. قال رجل من الأنصار يسمى بأبي شاه: يا رسول الله اكتبها لي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اكتبوها لأبي شاه، اكتبوها لأبي شاه. وها وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إنه لم يكن أحد أكثر مني حديثا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان إيه؟ يكتب ولا أكتب، كان يكتب ولا أكتب. وهذا الكلام متأخر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، للدلالة على أن الصحابة كانوا يكتبون الحديث. أيضا عند الإمام أحمد بإسناد رجاله ثقات، وعند غيره أن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه سئل: أي المدينتين تفتح أولا، رومية أم القسطنطينية؟ رومية عاصمة الإمبراطورية الرومانية الغربية، القسطنطينية عاصمة الإمبراطورية الرومانية الشرقية. إذن سيقوم المسلمون بإذن الله بفتح أوروبا جميعا، بفتح أوروبا جميعا. وقد حاول ذلك العثمانيون ووصلوا إلى فيينا عاصمة النمسا، يعني حتة صغيرة كانوا نزلوا فين؟ لفرنسا، ومن فرنسا إلى الأندلس، واستكملت الحلقة وأصبح البحر المتوسط ده كله بحيرة إسلامية. لولا غدر الرافضة الخبثاء عليه من الله تعالى ما يستحقون. فلما سئل أي المدينتين تفتح أولا، دعا بصندوق له حلق، والحلق جمع حلقة، اللي بنسميه بالبلد إيه؟ ودان، مش كده؟ طيب، ففتحه ثم أخرج منه صحيفة، أخرج منه صحيفة، وقال: بينما كنا نكتب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سئل أي المدينتين تفتح أولا، فقال: مدينة هرقل، يعني القسطنطينية. إذن كان الصحابة يكتبون الحديث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنكتب كل ما تقول يا رسول الله؟ فأجازهم، قال: والله إني لا أقول إلا إيه؟ إلا حقا، لا أقول إلا حقا. إذن هذه الآثار وهذه الأحاديث تدل على ذلك الأصل. أيضا بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أبو جحيفة، والحديث أيضا في الصحيح، سأل عليا رضي الله تعالى عنه فقال: يا أمير المؤمنين، ماذا ترك لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وده حديث مهم جدا ينبغي أن نحفظه، لأنه ضروري في الرد على الرافضة. فقال علي رضي الله تعالى عنه: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما ترك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كتاب الله، وفهما يؤتيه الله عبدا يفهم به القرآن وما في هذه الصحيفة. وما في هذه الصحيفة، في هناك لفظ أنها كانت موجودة في جرب السيف. قال: وما في هذه الصحيفة؟ فسأله أبو جحيف: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر. العقل وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر. فدل ذلك على أن الأحاديث كانت تكتب أيام رسول الله وبإذن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يبقى كيف يمكن توجيه حديث ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه؟ كيف نوجهه؟
هل نقول بأنه منسوخ؟ نعم، بعض أهل العلم قالوا بنسخه، ولكن الأولى أن نعمله، أن نعمله. فالقول أن الصحابة أو أن الناس كانوا في أول عهدهم، فخاف النبي عليه الصلاة والسلام أن يختلط الحديث بالقرآن، فقال من كتب شيئا غير القرآن أي مع القرآن فليمحه. إذن صحيفة القرآن لا يكتب فيها إلا إيه؟ إلا القرآن، حتى لا يختلط الأمر. ممكن الناس ما تميزش بين القرآن وبين الحديث فيعتبروا كله إيه؟ كله قرآن. فقال أي واحد يكتب حاجة مع القرآن فليمحوها، ويكون ذلك حملا طيبا، لأن الإعمال أولى من الإهمال. يبقى أثر أبو بكر في تذكرة الحفاظ. الجواب عليه من أيسر ما يكون أن هؤلاء القوم الذين ينقلون هذه الآثار أوتوا حظا عريضا، حظا عريضا من التدليس. والتدليس يعني في أقل معاني وأسفل مرامي، أوتوا حظا عريضا من الكذب الصراح، إن أنت تأخذ جزء من الكلام وتدع الجزء الآخر. الإمام الذهبي بعد أن ساق هذا الأثر قال وهذا لا يصح. الإمام الذهبي بعد ما ذكر أثر أبو بكر قال إيه؟ وهذا لا يصح. حاطين إيدهم زي اليهود، زي اليهود حطوا إيدهم على كلمة لا يصح وروا الخبر بس من غير ما يذكرهم حكم الإمام الذهبي عليه رحمة الله. وبالتالي كفى الإمام الذهبي غيره مؤنة هذا الأثر. الحدث إذن الحديث كتب في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفضل الناس يكتبون الأحاديث وما إلى ذلك. ولعل أقدم صحيفة جمعت هي صحيفة همام ابن منبه. همام ابن منبه دي أقدم صحيفة مجموعة رويت، لأن همام ابن منبه أخذها عن أبي هريرة، وهذه الصحيفة بتمامها في مسند الإمام أحمد. وهناك بعض المتأخرين جمعها وحققها، فهذه الصحيفة هي أول سجل لحديث مجموع لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. صحيفة من؟ همام ابن منبه، مش وهب، همام ابن منبه تلميذ أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وقد رواها الإمام أحمد في مسنده، في مسند أبي هريرة. الذي حدث أنه في أخريات القرن الأول الهجري وفي عهد الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز وجد أن الأعاجم قد دخلوا كثيرا الإسلام، وامتزج العرب بغير العرب، واتسعت رقعة الدولة، وانتشر العلماء في الأمصار، فخاف من اندثار السنة، فرزقه الله تعالى فكرة ماذا؟ جمع السنة. يبقى جمع السنة كان في عهد مين؟ عمر ابن عبد العزيز، لم يكن في عهد العباسيين، وإنما كان في عهد عمر ابن عبد العزيز. وعمر ابن عبد العزيز هو أحد التابعين، مش مجرد أمير أو خليفة. ليه؟ لأن عمر بن عبد العزيز روى عن أنس، قال أنس والله ما رأيت أحدا أشبه صلاة بصلاة رسول الله من هذا الفتح، وأشار إلى من؟ إلى عمر بن عبد العزيز. إذن أدرك أنس، أدرك أنس. فعمر بن عبد العزيز لما بقى خليفة جاب اثنين، أبو بكر بن حزم، وجاب الإمام الزهري محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري، وأمرهما أن يجمعا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبعا وجمعا حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك نجد هنا الإمام الصابوني يقول قال الزهري إمام الأئمة، كأنه يشير إلى ماذا؟
إلى جهده الكبير في جمع سنة النبي البشير النذير صلى الله عليه وسلم. قال الزهري إمام الأئمة وغيره من علماء الأمة رضي الله عنه: على الله البيان، على الله البيان، أي إن الله هو الذي يبين، كقول الله تعالى: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. على الله قصد السبيل، أي السبيل القصد يبينها الله، على الله، على الله، أي إن الله تكفل بها، زي ما نقول بالبلدي أنا وأنت على الله. يعني أنا وأنت على الله، يبقى ربنا تكفل بنا وتولانا. فكذلك على الله البيان، أي تكفل الله تعالى بالبيان، فليس هناك أعظم بيانا من القرآن. قال الله: ونزلنا عليك الكتاب إيه؟ تبيانا. تبيانا، وتبيان إزاي؟ لكل شيء. وعلى الرسول البلاغ، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. تلات جمل اهي: على الله البيان، على الرسول البلاغ، وعلينا ماذا؟ التسليم. والله جملة لو حفظناها لانتهى الموضوع، لانتهى الموضوع. فكل ما صح عن الله يجب أن نثبته على مراد الله وعلى مراد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونستسلم لأمر الله. طيب، وهذا الخبر أخرجه البخاري تعليقا، أخرجه البخاري تعليقا في كتاب التوحيد. وروى يونس ابن عبد الصمد ابن معقل عن أبيه أن الجعد بن درهم قدم على وهب ابن منبه. وهب أخو همام، ولكن وهب هذا كان إخباريا، كان إخباريا يسأله عن صفات الله تعالى، فقال: ويلك يا جعد، ويلك يا جعد. فقال: ويلك يا جعد، بعض المسألة، بعض المسألة، إنك يعني تسأل مسألة بعضها يكون شديدا، إني لأظنك من الهالكين، أي إني أتيقن بهلاكك. يا جعد، لو لم يخبرنا الله في كتابه أن له يدا وعينا ووجها لما قلنا ذلك، فاتق الله. اللفظ أن له يدا وعينا ووجها، ده ممكن يعني دخل هذا النص في إثبات العين لله عز وجل. ثم لم يلبث جعد أن قتل وصلب، وهذه القصة ذكرها الإمام ابن كثير في البداية والنهاية. الجعد بن درهم أحد أئمة المبتدعة، أحد أئمة المبتدعة، وشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله جعل إسنادا لبدعة الاعتزال التي ظهرت في زمن العباسيين، وأنهى ذلك الإسناد إلى الجعد ابن درهم، ثم الجعد ابن درهم يعلو إسناده إلى ذلك اليهودي الذي سحر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذه إشارة ذكية من شيخ الإسلام ابن تيمية، كأنه يريد أن يقول بأن البدع العقائدية الموجودة في الملة أصلها من عند من؟ من عند اليهود. انتبه إلى هذه المسألة، أن البدع العقائدية التي أصابت المسلمين أصلها من عند اليهود. خطب خالد بن عبد الله القسري يوم الأضحى بالبصرة، فقال في آخر خطبته، وكان خالد بن عبد الله القسري هذا أميرا على البصرة، كان خطيبا مفوها وجوادا نبيلا، إلا أنه اتهم وقتل عليه رحمة الله سنة 126 تقريبا. فقال في آخر خطبته: انصرفوا إلى منازلكم
وضحوا بارك الله لكم في ضحاياكم، فإني مضح اليوم بالجعد بن درهم، فإنه يقول: لم يتخذ الله إبراهيم خليلا، ولم يكلم موسى تكليما، سبحانه وتعالى عما يقول الجعد علوا كبيرا، ونزل عن المنبر فذبحه بيده وأمر بصلبه. إذن التهمة التي وجهت إلى الجعد بن درهم وكانت سببا في حتفه وهلاكه وعطبه أنه ماذا؟ أنكر ما أثبته الله تعالى لنفسه، أنكر ما أثبته الله تعالى لنفسه، فقال إنه يزعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، سبحانه وتعالى عما يقول الجعد علوا كبيرا. إذا تحصل مما سبق أن هذه الصفة وهي صفة فعلية، صفة ماذا؟ الاستواء. هذه الصفة نثبتها لله عز وجل على المعنى الذي يعرف عند العرب، ومعنى العلو والارتفاع. قال الإمام الصابوني عليه رحمة الله: ويثبت أصحاب الحديث نزول الرب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا من غير تشبيه له بنزول المخلوقين ولا تمثيل، من غير تشبيه له بنزول المخلوقين ولا تمثيل. نعيم ابن حماد عليه رحمة الله، متوفى سنة 228، قال: من شبه الله، من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر. فلا يجوز أن نقول كلام، كلام الله ككلامنا، كلام الله ككلامنا، إذن هذا تشبيه. أو نقول بأن الله تعالى يتكلم بلسان وكذا وكذا، إذن هذه كيفية. فلا يجوز أن نثبت لله تعالى تشبيها أو تمثيلا يشبه به المخلوقين أو يماثلهم، أو نثبت لله عز وجل كيفية لم يثبتها لنفسه. أمال يعملوا إيه؟ ويكلون علمه إلى الله. إذن يمرون الخبر الصحيح الواردة بذكره على ظاهره، وتكلمت في المرة الماضية عن مسألة الظاهر، هذه شذا تكلمت عن مسألة الظاهر. يمرون الخبر الصحيح الواردة بذكره على ظاهره، وهنا مسألة علمية مهمة جدا، وهي: ما هو الخبر المعتبر؟ الخبر المعتبر لابد أن يكون صحيحا في ذاته، اثنين صحيحا في فهمه. ما هو الخبر المعتبر؟ هو أن يكون صحيحا في ذاته، اثنين صحيحا في فهمه. طيب، صحيحا في ذاته، القرآن الكريم يأتي على رأس هذه الأخبار، فمن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله إيه؟ حديث. ثم ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان خبرا متواترا أو خبر آحاد، فإن مسائل الاعتقاد تثبت أيضا بأخبار الآحاد. إذن خبر الآحاد يثبت به أمر الاعتقاد، يعني لا يثبت الاعتقاد ضرورة بأمور التواتر، لكن إذا صح الخبر ثبت به الاعتقاد، إذا صح الخبر ثبت به الاعتقاد. والمقصود بصحة الذات أن يصح إيه؟ إسنادا. لابد أن الخبر الذي يثبت به الأمر العقائدة أن يكون صحيح الإسناد، أن يكون صحيح الإسناد. اثنين، لابد أن يكون صحيح الفهم. ممكن يكون آية ونفهمها غلط. الخوارج عندما خرجوا على الصحابة وكفروهم وقاتلوهم، فعلوا ذلك مستدلين بقول الله عز وجل: إن الحكم إلا لله. الله،
إذن عندما خرجوا على الصحابة وكفروهم وباحوا دماءهم وأنزلوهم منزلة دون منزلة أهل الكتاب، أمر عجيب جدا، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لو مر بالجماعة الخوارج دول واحد نصراني أو اليهودي يسيبوه، طيب لو مر بهم صحابي يقتلوه، أمر عجيب. هذا فعلوه مع عبد الله بن خباب بن الأرت، قتلوه وقتلوا زوجته وكانت حاملا. فالذي حدث أنهم استدلوا بالقرآن على فسادهم، والقرآن لا يسعفهم، ولكن أتاهم الضلال من ماذا؟ ليس من صحة النص، ولكن منين؟ من سوء الفهم. ولذلك عبد الله بن عباس قعد معاه، كانوا 6000، وناقشهم. ناقشهم يعني كلمة ناقشهم؟ يعني فهمهم. رجع 3000 واستمر 3000 على ما هم عليه من ضلال. الجماعة المعتزلة سبحان الله استدلوا على بدعتهم في نفي الصفات بقول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يا إله، سبحان الله، فالله سبحانه وتعالى نفى المثلية وأثبت الصفة. ما هي كده؟ يبقى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس نفيا للصفات، وإنما هذا نفي لماذا؟ للتشبيه والمماثلة. نفي للتشبيه والمماثلة. ربنا بيقول كده: ليس كمثله شيء، إذا لا يشبهه ولا يماثله أحد من خلقه. ده معنى الآية. وأثبت الصفة، قال: وهو السميع البصير. السميع فعيل صفة مشبه، والبصير صفة مشبه، إذا أثبت ماذا؟ الصفة، ونفى المشابهة. إذا المعتزلة أوتوا من قبل ماذا؟ من قبل ماذا؟ والخوارج أوتوا من قبل ماذا؟ إذا الدليل المعتبر هو ماذا؟ ما اجتمع فيه صحة الذات وصحة الإيه؟ الفهم. يبقى قال الإمام الصابوني عليه رحمة الله في السلف أنهم يمرون الخبر الصحيح الواردة بذكره على ظاهره، بذكر الصفة على ظاهره، ويكلون علمه إلى الله. أحاديث النزول رواها جمع من الصحابة 28 نفس رووا أحاديث النزول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل الأحاديث تدل على معنى واحد، أن النزول يكون في الثلث الأخير من الليل إلى أن يبزغ الفجر، اللي هو آخر الليل، ده الجزء الذي ينزل فيه ربنا عز وجل. إذن أحاديث النزول رواها عن رسول الله 28 نفس، إذا لا مهمز فيها ولا ملمز، ما نقدرش إن احنا نزحزح هذه الأحاديث. وصفة النزول صفة فعلية، صفة فعلية. وتأويل النزول بنزول الملك أو نزول الرحمات أو نزول الأمر هذا كلام لا يصح وليس عليه دليل، وهو مخالف لما يدل عليه الخبر الصحيح. ولذلك السلف يقولون: ينزل ربنا عز وجل ولا يخلو منه عرشه. القيد ده مهم جدا، والإمام الصابوني ما ذكروش، لكن قيد مهم جدا: ولا يخلو منه عرشه. ليه؟ لأن المقتضى الضعيف للعقول الضعيفة بتقول إن النزول يقتضي ماذا؟ يقتضي حركة، ويقتضي خلو المكان الذي نزل عنه، لكن هذا ليس مع الله عز وجل. ألا ترى القمر؟ يعني أنت دلوقتي ممكن تشوف الأخ ده قدامك وتشوف من وراك؟ يعني مثلا أنا شايفك كده، لو لفيت كده
وش بصيت ناحيه اشوفكم برضك ولا مش هشوفكم؟ مش هتشوف. طب القمر تبص كده تشوف، تبص كده تشوف، تبص كده تشوف، تخلي افاك في وشك تشوفه برضك. الله، القمر مخلوق ولكن لم يخضع لمجريات الحس والعقل، مش كده ولا لا؟ الانسان لا يستطيع ان يرى الشيء من كل الجهات، ولذلك بعض الحيوانات لها عيون ممكن ترى في جهتين متقابلتين، يعني ممكن تشوف هنا وهنا مع بعض، الاثنين دول مع بعض. لكن البني ادم يشوف قدام يبقى ما يشوفش ورا، لو شاف ورا ما يشوفش قدام. لكن القمر وهو من خلق الله عز وجل تراه في كل شيء ولا يخضع لعقلك ولا لتصورك. فإذا كان القمر لا يخضع لعقلك ولا تصورك فإن رب القمر أعز وأجل، فإن رب القمر أعز وأجل. فالله تبارك وتعالى لا يشبه شيء ولا يشبه شيئا، لأنه من مقتضى عزته، من مقتضى عزته ألا يشبه خلقه وألا يشبهه خلقه. فالأحاديث الواردة في النزول أحاديث كثيرة جدا، وربما يعني إن شاء الله نعرج على بعضها بعد قليل جدا. قال الإمام الصابوني: وكذلك يثبتون ما أنزل الله عز وجل في كتابه، وكذلك يثبتون ما أنزله الله عز اسمه في كتابه من ذكر المجيء والإتيان المذكورين في قوله كذا. صفة المجيء وصفة الإتيان. المجيء من الفعل جاء، والإتيان من الفعل أتى. والمجيء والإتيان قسمان، إما مجيء وإتيان مطلق، وإما مجيء وإتيان مقيد. يبقى إما مجيء وإتيان مطلق، وإما مجيء وإتيان إيه؟ مقيد. لما أقول لك تعالى، لما أقول لك تعال، إذن هذا مجيء مطلق، تعال، يبقى تعال في أي وقت، تصل بالتليفون أجي لك أقول لك تعال، يبقى تيجي النهاردة، بكرة، تيجي دلوقتي، بعد شوية، الصبح، بالليل، ده مطلق. لكن لما أقول لك تعالى الساعة 8، إذن ده مجيء إيه؟ مقيد. طب ما جيتش الساعة 8 ممكن أنا ما أقابلكش. ليه؟ لأن أنا قيدت المجيء. إذا أطلق الشيء كنت في ساعة، وإذا قيد الشيء لم تكن في هذه الساعة. دي في دنيا الناس. كذلك المجيء والإتيان مطلق، كقول الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. هل ينظرون إلا أن إلا يأتيهم الله. إذن هذا إتيان مطلق غير مقيد بزمن ولا بمكان. طيب، وكذلك المجيء. قال الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا. إذن مجيء مطلق مش مقيد. وجاء ربك والملك صفا صفا. طب قارن بين هذه الآيات وبين قول الله عز وجل: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى. ولقد جئناهم بإيه؟ بكتاب. يبقى المجيء هنا إيه؟ ربنا هو اللي جاء ولا إيه اللي جاء ولا إيه اللي جاء؟ الكتاب هو الذي جاء. الذي جاء هو الكتاب. يبقى إذا أتى المجيء أو الإتيان بالنسبة لله عز وجل مطلقا، إذن ده صفة من صفات الله، إذن ده صفة من صفات الله. وإذا أتى مقيدا ليس صفة من صفات الله. وقارن: وجاء ربك والملك صفا صفا ولقد جئناهم بإيه؟ بكتاب. فالذي جاء هو الكتاب. نعم.
نقرا بقى الاول تاني. وكذلك يثبتون ما انزله الله عز وجل في كتابه من ذكر المجيء والاتيان المذكورين في قوله عز وجل: هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه، وقوله عز اسمه: وجاء ربك والملك صفا صفا. ثم قال الشيخ: قرات في رساله الشيخ ابي بكر اسماعيلي، سبق ترجمته، الشيخ أبو بكر الإسماعيلي له عقيدة تسمى بعقيدة الإسماعيلي، ذكر بعضها اللالكائي في شرح أصول السنة. قرأت في رسالة الشيخ أبي بكر الإسماعيلي إلى أهل جيلان أن الله سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا على ما صح به الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقال: وجاء ربك والملك صفا صفا. قال الإسماعيلي: ونؤمن بذلك كله. الإمام إذا نقل ولم يعقب فهذا دليل الموافقة، يعني لو أنا نقلت نقل ولم أعقب إذن أنا موافق على ذلك النقل. طيب: ونؤمن بذلك كله على ما جاء بلا كيف. الكيف هو تصور وقوع الصفة، ده الكيف. الكيف تصور وقوع الصفة، ودي مسألة لا يمكن أن تقع من عقل. ليه؟ لأن التصور فرع العلم، التصور فرع العلم، والإنسان لا يتصور شيئا يجهله، لابد أن هو يبقى حاجة عارفها عشان يتصور. لو حاجة مش عارفها هيتخيلها ازاي؟ هيتخيلها ازاي؟ إلا بقى لو المسألة دخل بقى في الأساطير، يترك لعقله العنان بقى إيه؟ يخربص زي ما عاوز بقى. زي مثلا العفريت مثلا، ازاي؟ يبقى عين مشقوق قد كده هوت وقرون مش عارف إيه، ونقعد نتخيل. ممكن. لكن هذا غير صحيح. إذا التصور فرع ماذا؟ فرع العلم. ولا يمكن أبدا أن تتصور شيئا أنت تجهله. فالذين يكيفون صفة الله عز وجل إذا يتصورون كيفية الصفة، إزاي هم لا يعلمون حقيقة الأمر؟ إزاي؟ ما ينفعش. ولذلك قالوا: الكلام على الصفات فرع على الكلام فين؟ في الذات. عشان دي، طب انت عارف الذات؟ لا مش عارف. طيب كذلك برضك ايه؟ الصفات. اذا كنت لا تستطيع ان تتصور الذات فانك ايضا لن تستطيع ان تتصور ماذا؟ الصفات. ليه؟ القاعده تقول: الكلام على الصفات فرع على الكلام في الذات. جميل. يبقى نؤمن بذلك كله، الاستواء والاتيان والمجيء والنزول كله نؤمن به على ما جاء بلا كيف. فلو شاء سبحانه أن يبين لنا كيفية ذلك فعل، لو عاوز يبين كان بين، فانتهينا إلى ما أحكمه. لو كان ربنا أراد يبين كان بين، ولو بين ربنا كنا انتهينا إلى بيان الله عز وجل، وكففنا عن الذي يتشابه. كففنا، لم نخض في مثل ذلك الأمر وتركنا ذلك الأمر. إذ كنا قد أمرنا به في قوله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. إذن الراسخون في العلم بيقولوا إيه؟ آمنا به. كل المحكم متشابه، كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. ثم ساق بسنده، ودي قصة طريفة، إلى إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي
قال لي الأمير عبد الله ابن طاهر. عبد الله ابن طاهر ده كان من أعظم أمراء الدولة العباسية، ومات سنة 230 هجرية، وكان فصيحا وقائدا بارعا، وكان متسننا. هذا كله مع تفقه وتأدب، يعني مسألة الأدب دي مهمة جدا. فالأمير عبد الله بن طاهر بيقول له يا أبا يعقوب، إسماعيل بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم اللي هو مين يا إخواني؟ ابن رهوي. فالأمير عبد الله بن طاهر بيقول له يا أبا يعقوب، هذا الحديث الذي ترويه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا، طبعا فينادي ألا من تائب فأتوب عليه، ألا من مستغفر فأستغفر له، ألا من داع فأستجيب له، ألا إلى أن يبزغ الفجر. ده الحديث. فالأمير بيسأل إسحاق ابن رهوي بيقول له إيه؟ كيف ينزل؟ ده سؤال عجيب جدا، ينزل إزاي؟ وكل ليلة ينزل إزاي؟ فقال له إسحاق ابن رهوي أعز الله الأمير، أعز الله الأمير. ودي مسألة مهمة جدا، اللي هو التخاطب مع من هو أعظم منك أو أكبر منك أو أسن منك، لابد تتخير له من الألفاظ أملحها وألطفها وأهداها وأفضلها وأنقرها بالود في قلبه، تنقر الود في قلبه كده. يقول له إيه؟ أعز الله الأمير. يا سلام، دعوة حلوة. يقول لك أعزك الله، أعز الله الأمير. لا يقال لأمر الله كيف، لا يقال لأمر الله كيف. المقصود لأمر الله اللي هو ما أخبر الله تعالى به من صفاته. لا يقال لأمر الرب كيف، إنما ينزل بلا كيف، إنما ينزل بلا كيف. بعض الناس قالوا النزول هو نزول الرحمة، أو النزول أن الله تعالى يرسل ملكا فينادي. طيب لو أن الرحمة المقصود بها الرحمة، هل ينفع يقول فينادي ولا فتنادي؟ المفترض فتنادي. وبعدين من الذي قمن إجابة الداعي؟ الله ولا الرحمة؟ سبحان الله، هل الرحمة تستجيب؟ أبدا. إذن هذا كلام غير سديد. وأيضا لو قلنا الملك، لو قلنا الملك، هل الملك ألا من داع فأستجيب له؟ ألا من تائب فأتوب عليه؟ ألا من مستغفر فأغفر له؟ هو من الذي يغفر ويتوب ويقبل التوب ويستجيب الدعاء، الملك أم الرب الجليل؟ سبحان الله. إذن هذا الكلام كلام غير دقيق. إذن تأويل النزول على نزول الرحمة أو نزول الأمر أو نزول الملك، هذه تأويلات غير سائغة وليس عليها من دليل ولا برهان. إسحاق بن رهوي يعني إمام الدنيا في زمنه، إمام الدنيا في زمنه، وأحد العباد الزهاد، وكان رأسا في العلم والعمل، وكان من أوعية العمل الصالح. قال ينزل ربنا بلا كيف، إنما ينزل بلا كيف، خلاص انتهت المسألة. وهذا شبيه بما ذكر جزءا منه الإمام مالك، والكيف ماذا؟ مجهول. مجهول يعني إيه؟ أي مجهول عن الخلق أن يدركوه، مجهول عن الخلق أن يدركوه. ثم حدث بعد ذلك بحديث محمد ابن سلام البخاري، قال سألت عبد الله ابن المبارك
عن نزول ليلة النصف من شعبان. هذا الأثر لو تذكرون عندما قرأنا في كتاب السنة لابن أبي عاصم، هذا الأثر موجود فيه، نزول الله عز وجل في ليلة النصف من شعبان. والشيخ الألباني محسن إسناد هذا الحديث. هذا الحديث له طرق يشد بعضها بعضا، يشد بعضها بعضا. فالإمام عبد الله ابن المبارك بيسأل عن نزول الرب ليلة النصف من شعبان، فقال عبد الله: يا ضعيف في كل ليلة ينزل. الله، أنت تشد حيلك في ليلة النصف من شعبان بس، أنت ضعيف جدا وطول السنة أنت نايم فيها على ظهرك، شد حيلك يا ضعيف. كلمة يا ضعيف فيها حث، فيها تهذيب، فيها تربية. ودي مسألة خطيرة جدا، إن بعض الذين يجتهدون في التعامل مع الأحاديث أصبحت علاقتهم بالحديث علاقة جامدة جدا، يفهمش في الحديث إلا صحيح وضعيف والروايات والأسانيد، ده كله جميل، ولكن أين الجانب الإيماني؟ أين الجانب الإيماني في الحديث؟ ده مسألة مهمة جدا. كان ممكن يقول له إن هذا الحديث صحيح الإسناد مثلا، صح حلو وانتهت القصة، لكن هو يريد أن ينبهه إلى العمل، فيقول له إيه؟ يا ضعيف في كل ليلة ينزل. فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، كيف ينزل؟ هنا بقى المسألة، كيف ينزل؟ أليس يخلو ذلك المكان منه؟ لأن بعض الناس قالوا إن أول من قال بأن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا ولا يخلو من عرشه ابن تيمية، وهذا كلام صحيح، لقد سبق ابن تيمية ابن أبي زيد القيرواني في عقيدته بهذا اللفظ. وهذا عبد الله مبارك يسبق الجميع في إثبات أن الله تعالى لا يخلو منه عرشه. الرجل فاهم كده، لو أنا موجود في المنصورة إذا لست في القاهرة، أنا موجود في القاهرة إذا لست في المنصور، أنا موجود في الشغل إذا لست في البيت، أنا موجود في البيت إذا لست في الشغل. إذا يفهم من النزول ما يسمى في الكلام بإيه؟ بالنقلة، في انتقال، في انتقال. فالرجل بيقول له إيه؟ كيف ينزل؟ أليس يخلو ذلك المكان من ذلك المكان، أي ليه؟ العرش. فقال عبد الله: ينزل كيف شاء، ينزل كيف شاء، كلمش في هذه المسألة، ينزل كيف شاء. وفي رواية أخرى في هذه الحكاية أن عبد الله ابن المبارك قال الرجل: إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخضع له. الجملة دي ياريت أن احنا نحفظها: إذا جاءك الحديث عن رسول الله فاخضع له. أقول لك مرة: إذا جاءك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فاخضع له. هناك روايات كثيرة في النزول، وهناك بعض المناقشات في هذه المسألة نجعلها إن شاء الله في المجلس القادم، يعني المجلس القادم إن شاء الله سيكون في عقيدة الصابوني. نسأل الله تعالى التوفيق والتيسير.